أسعد الله صباحكم بكل خير. نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، ترأس أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني اجتماعا خصص لتقييم عمل الوكالة الفضائية الجزائرية وبحث وضعيتها الحالية من الجانبين الهيكلي والمالي وكيفية تطوير عملها، حيث تقرر تزويدها بأحدث الوسائل التقنية الفضائية تماشيا مع التكنولوجيات الحديثة، وكذا رصد الإمكانيات المالية والبشرية المكونة في اختصاصات عالية ودقيقة من خريجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وفق نظرة استشرافية تمتد إلى غاية 2040، وهذا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر. حضر الاجتماع السيد الوزير الأول، السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد وزير المالية، السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، السيد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، السيد رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد بالجيش الوطني الشعبي. أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تطرق فيها إلى قضايا تهم البلدين، وكذا الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر. رئيس الجمهورية وبهذه المناسبة هنأ نظيره الموريتاني لاختياره مرشحا لمنطقة شمال إفريقيا لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا الاختيار يشرف دول وشعوب المنطقة ككل، وأنه سيجد الجزائر دائما إلى جانبه للقيام بمهامه النبيلة. تحسبا للحدث الطاقوي العالمي، القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي ستحتضنه الجزائر نهاية هذا الشهر، يرافق التلفزيون الحدث بجملة من الروبورتاجات تسلط الضوء على المقدرات الغازية للبلاد ويواكب آخر التحضيرات لهذا الحدث الغازي الهام.
30 بئر في حصير مل بكل أنواعها. تم إدراج تكنولوجية جديدة تعرف بتكنولوجية تعزيز ضغط الغاز بما يعرف بالبوستينج. نحن الآن بصدد دراسات في مشروع جديد لإنجاز ثلاث محطات شمال وسط وجنوب، والهدف منها هو استرجاع كميات من السوائل. محطة ضاغط الغاز بحسرمل جي آر 5 تستقبل الغاز القادم من الجنوب الغربي للجزائر من إرجان إلى حسرمل عبر أنبوبين ليتم نقله إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز. دروك حاليا السعة تاعها 14.7 مليار دو ستاندار متر كوب في العام. الي اكستنسيب ا 21 مليار اترافير لو سيستم تاعها على بوينت دو لا تكنولوجي. حسرمل مفخرته في كل هذه الحقبات التاريخية يتم تشغيله من طرف طاقات جزائرية 100% تكونت في المدرسة وفي الجامعة الجزائرية. سوناتراك تسجل نفسها في كل الاتفاقيات العالمية التي تعمل من أجل المحافظة على البيئة والمحيط والإنسان. المنصة الغازية حاسرمل الأولى إفريقيا والرابعة عالميا تنتج أكثر من 200 مليون متر مكعب يوميا. المنصة تساهم في تحقيق الأمن والتحول الطاقوي للجزائر، حيث تلبي كل احتياجات المستهلك على المستوى المحلي وكل طلبات الزبائن على المستوى الخارجي، خاصة في الوقت الراهن حيث يشهد العالم تحولات جيوسياسية للطلب المتزايد على الغاز. بغرض إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، نظمت أمس المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظمت ندوة بهدف تعزيز الشراكة وإشراك المجتمع المدني في جهود إعادة التربية والتأهيل للأشخاص المحبوسين، وذلك من خلال استعراض الآليات الوطنية لمعاملة وحماية حقوق المحبوسين وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية والتنسيق بين أجهزة العدالة وإنفاذ القانون والمجتمع المدني لتعزيز حماية الأحداث. إلى معشير. الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مهمة ليست بالسهلة، فالجزائر قطعت أشواطا من الإصلاحات في تشريعاتها لتكون اليوم نموذجا ناجحا يحتذى به في المنطقة العربية والإفريقية. قطاع السجون وباعتراف المشاركين اليوم أنه تجربة رائدة، وهذا لم يأتي هكذا ولكن تم من الاهتمام التي أولتها الدولة الجزائرية لقطاع السجون والإصلاح العدالة بصفة عامة. أنا عملت في ما يزيد عن 20 دولة في المنطقة العربية مع إدارات السجون. كان الجميع عندما يأتي ويسألنا أين البوصلة فكنا نقول لنذهب للإطلاع على التجربة الجزائرية لأن فيها العديد من الإيجابيات. برامج كبيرة تمت في إعادة تربية وإدماج المحبوسين، وأكيد فتح المجال وفتح باب السجون إلى مشاركة فعاليات المجتمع المدني. جهود الدولة في التكفل ومرافقة المحبوسين أثناء المدة وبعد الإفراج عنهم بإشراك المجتمع المدني رهان كسبته من خلال انخراط أزيد من 359 جمعية وطنية ومحلية. هذه التجربة اليوم تتجاوز يعني عدد 300 عملية تقوم بها الكشافة الإسلامية الجزائرية، وإضافة إلى العمليات التي تقوم بها باقي الجمعيات داخل المؤسسات العقابية والتي اليوم تعتمد ليس فقط على
عدد المستفيدين أو عدد الجمعيات المشاركة بل عن الجودة. عندي 3 سنوات وأنا نتعامل معهم في إطار تربصات، في إطار في المناسبات الدينية والوطنية، عندنا مسابقات نديروا لهم. الدور تاعنا ثاني كنا النساء هذوك اللي تكون مسبوقة قضائيا من قبل، تكون خرجت واحد ما يحملها، الراجل يطلقها، الاهل كيما يقولوا يتبروا منها، احنا نشوفوا لها مأوى ونشوفوا لها عمل. النقاش تناول ايضا الاليات الوطنيه لمعامله وحمايه حقوق المحبوسين وفقا للمعايير الدوليه والتشريعات الوطنيه، والهدف التكفل الأمثل بهذه الفئة من المجتمع بما يسمح لها بالعودة إلى أحضانه والمساهمة في بنائه. دوليا الآن، وفي تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، وأصيب العشرات في غارات وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على مخيم نصيرات وسط القطاع ودير البلح ومحافظة رفح. وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 16 مجزرة استشهد على إثرها 133 فلسطينيا وإصابة 162 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 28,473 شهيدا و 68,146 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام. كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي. هذا وأعربت وكالة الأونروا عن مخاوفها من تصاعد العدوان الصهيوني على مدينة رفح، محذرة من خطر حدوث مجاعة في شمال القطاع، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك برفح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربا من قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر. وفي ضفتي الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمدينة قلقيلية، فيما اعتقل 13 آخرين في عدة محافظات. في المغرب، وبعد مضي أشهر على الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في البلاد، ساكنة المناطق النائية والمتضررة من الكارثة الطبيعية يصلون حفاة الأقدام سيرا إلى الرباط، ليس إلا لفضح وعود كاذبة قدمتها حكومة المخزن لهؤلاء لتتكشف مع مرور الوقت أكاذيبها وألاعبها، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. قراءة في المشهد مع باريزا جلمدا. مشيا على الأقدام في مسيرة احتجاجية قطع خلالها المحتجون المتضررون من الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم في المغرب 80 كيلومترا باتجاه مدينة أكادير، مطالبين نظام المخزن الذي تجاهلهم منذ وقوع الكارثة بالتدخل وحل مشاكلهم ووضع حد لمعاناة منكوبي الزلزال. والو الناس مساكن كاينين، يلا استفدت 5%، يلا استفدت 5% ولا 10%، 90% ما مستفدش. اخويا احنا جينا من تالو دانت على رجلينا وحتى للعمل، بغينا الاكادير دابا والطريق، والدراين الناس مسخسخين هنا في الطريق وما كلاو وما والو، حتى واحد ما بغى يهضر معنا في تالو دانت. اي واحد كنهضروا معاه كنقول له ودي خرج لنا على الواجه، هنا ما بغاش يخرج لنا، ودابا غاديين حنا للاكادير. والله اخويا لا تظلمنا ماشي بزاف، ولادنا دابا نيت راه مقهورين وراه حنا في البرد، ودابا كاينه الشمس وخلي على هذا الشيء كامل، وديما كيقول لنا سير القياده سير العماله وما كاين شيء. اخويا ما كاين شيء، وعينا ما نتسناو، حنا دابا غاديين لاكادير، غاديين على رجلينا وما عندنا لا فلوس لا والو، ما بقى لنا حتى شي حاجه، حتى الماكله ما كايناش. احنا عندنا مكملين الطريق غير يديروا لهم معنا شي حل اولا نموتوا تما، راهما كيقتلونا دابا شويه بشويه. مطالب المتضررين الاجتماعية تتزايد بدعوة نظام المخزن إلى رفع المعاناة وتحسين أوضاعهم غير الإنسانية التي تزداد سوءا بعد مرور أكثر من 5 أشهر من الكارثة، محملين نظام المخزن اتباعها سياسة التنصل من مسؤولياتها وانتهاجها سياسة الوعود الكاذبة. وليدة مريضة وما كتشوفش وكتضرب الأنسولين وساكنة في القيطون، دازت اللجنة الأولى دارت لي هذا من الجزء، دازت الثانية دارت لي ما عندك والو،
رغم ذلك داك الشيء كله تفرقع، عندي الدار كلها تفرقعات، ما فيها ما يتصلح، غير صالحة للسكن بتاتا. جينا على أساس باش نديروا واحد الوقفة الاحتجاجية في العمالة اللي كنا ديجا دايرين بزاف ديال الوقفات تما، ولكن ما توصلنا حتى شي زعما ما داروش معنا حتى شي حل. اليوم ملي جينا تما ما داروا معنا والو، قررنا اننا نمشيو للولايه فكادير على اساس حنا راه مقصيين هذه 5 شهور هذه من ذاك الدعم الاستعجالي. انا من تيزينتاس، من المتضررين في الزنزال الحوز، باسم اسماعيل بوجنان من تيزينتاس. هاد الناس جايين متضررين من الزنزال، ما استفدنا والو هادي شي 4 شهور ولا 5 شهور باش داز الزنزال، ما استفدنا والو. وسيدنا قال لك راه غندعموكم ب 1500 درهم، واللي 50000 ريال شهريا، واللي تريبات ليه الدار راه تبنى ليه، وحنا راه تريبلات لينا الدار وما استفدنا والو. إلى ذلك خرجت مظاهرات حاشدة منددة بحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة، داعين في نفس الوقت إلى إسقاط سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. ونختم نشرتنا بالروابط الروحية والعلاقات الأخوية بين الجزائر وموريتانيا، والتي تجسدها زيارة الروحية التي يقوم بها الخليفة العام لطريقة تيجانية سيدي علي بالعرابي إلى موريتانيا، حيث ثمن أعيان القرى والمدن هذه الزيارة، وأكدوا على دور الطريقة في إحلال مبادئ السلم وإصلاح ذات البين، معبرين عن ارتباطهم الروحي بعاصمة الطريقة التيجانية بعين ماضي. مبعوث التلفزيون الجزائري إلى موريتانيا السعيد حمزة نادير. في عمق صحراء موريتانيا وعلى بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط، دق طبول الفرح والابتهاج وتسارعت الخطى استقبال الخليفة العام لطريقة التيجانية سيدي علي بالعرابي بقرية أنفني، مرقد الشيخ محمد الحافظ ناشر الطريقة التيجانية في موريتانيا وعموم إفريقيا. بالحقيقة هي فرصة والشعور لا يمكن التعبير عنه من الفرح والسرور بقدوم الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم وزواياها إلى أنفني، مرقد الولي الصالح السيد محمد الحافظ، والذي عن طريقه انتشرت الطريقة التيجانية في قرب إفريقيا وفي أفريقيا كله. في الحقيقة فيه من كان مع الشيخ، لكن هو من على يده انتشرت الطريقة التيجانية في موريتانيا وفي إفريقيا الغربية، من هنا حتى نيجيريا وحتى السودان، كلها الأسانيد الحافظية. هذه فرصة ذهبية لا ننساها في موريتانيا عموما، هذه الفرصة تحيي العلاقات الممتازة القائمة بين موريتانيا والجزائر، ولا غرابة في ذلك. فبدا الدهر كانت العلاقات بين هذين الشعبين وهاتين الدولتين وهاتين القيادتين ممتازة. نحن نحن إلى زيارة عين ماض إلى زاوية سيدي أحمد التيجاني بعين ماض، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الزيارة. تعجس الألفاظ والتعجس العبارات والتعجس كل تعبير عن الترحيب بهذا الوفد الكريم الذي يضم حفيد شيخنا، فمرحبا قولها باللغة متحد لكنها باختلاف الناس تختلف. وخلال هذه الزيارة التقى الخليفة العام للطريقة التيجانية بالعلامة محمد فالباه بن عبد الله، أحد أقطاب العلم والتصوف في موريتانيا والعالم الإسلامي. الجزائر وموريتانيا جناحين يطيروا مع بعضهم بعض، قلت لهم إن شاء الله يوفقهم ربي في أعمالهم الصالحة. المسلم كثير بأخيه، المسلم كثير بأخيه إن شاء الله، إن شاء الله المسلم كثير بأخيه. بارك الله فيك ربي يحسن لك وجزاك الله خير في هالزيارة. هي زيارة احتفى واستبشر بها الموريتانيون لتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين ونشر قيم التسامح والتصالح ونبذ الغلو والتطرف. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.